وإلى أخبار نجوم مصر في الخارج، والبداية من السعودية، حيث أعلن أحمد أبو عودة مدير تعاقدات بنادي أهلي جدة السعودي أن النادي يدرس تقديم عرض لمجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع مؤمن زكريا بشكل نهائي. ويلعب زكريا مع بطل السعودية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وتألق مع الفريق وسجل 3 أهداف. وفي نادي التعاون شارك الثنائي المصري عماد متعب وعصام الحضري في تحقيق الفريق فوزا هاما على النصر بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة 19 للدوري السعودي للمحترفين. وسجل متعب هدف في المباراة، ولكن حكم اللقاء قام بإلغائه بداعي التسلل. وفي الشباب السعودي، أكد عمرو بركات لاعب الفريق الجديد والمنضم على سبيل الإعارة من صفوف النادي الأهلي على رغبته في الانضمام للمنتخب الوطني والعودة للقلعة الحمراء بشكل قوي. وقال بركات أنه يأمل في التألق مع الشباب والانضمام للمنتخب الوطني في مونديال روسيا منتصف العام الجاري. وفي الإمارات، تشارك حسين الشحات في تأهل فريق العين الإماراتي إلى دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا عقب الفوز على الملكية البحرينية بهدفين دون مقابل. وساهم الشحات الذي يلعب في صفوف العين على سبيل الإعارة في فوز فريقه بعد صناعته أحد هدفي المباراة. وفي إنجلترا، قال الإيطالي كارلو إنشيلوتي المدير الفني السابق لبايرن ميونخ الألماني أن نادي ليفربول الإنجليزي لديه فرصة قوية لتخطي عقبة بورتو البرتغالي والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بسبب الدولي المصري محمد صلاح. وصنف إنشيلوتي صلاح ضمن قائمة أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن، إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز ونجمي برشلونة وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وهاري كين توتنهام، بالإضافة إلى ثلاثي باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا وإدنسون كافاني وكيليان مبابي. شارك محمد النني نجم منتخب مصر في مباراة فريقه أرسنال أمام سوانزي أمس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أنهيت بخسارة الجانرز بثلاثية مقابل هدف. وكان النني قد بدأ المباراة أساسيا ليخرج في الدقيقة 60 ويحل بدلا منه لاعب أرسنال الجديد هنريك مختريان القادم من مانشستر يونايتد.